أهلا بكم مشاهدينا إلى الحصاد، حصاد الأسبوع الذي بدأ فجر الاثنين وانتهى هناك بالنسبة لآلاف الضحايا الذين قضوا في فاجعة الزلزال العنيف في جنوب تركيا وشمال سوريا. أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 82 ألف جريح هي الحصيلة المعلنة حتى هذه اللحظات. الوقت يمر وها نحن في نهاية اليوم الخامس منذ الحادثة، والأمال في العثور على مزيد من الناجين الأحياء بدأت في الانحدار تزامنا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، ما ضاعف الخيبة لخيبات في إنقاذ أكبر عدد ممكن من تحت الركاب. مع هذا لم تتحرك واشنطن إلى اليوم لتعلن منح ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، في خطوة وصفها كثيرون بالمتأخرة. ويوم أمس الخميس دخلت أول قافلة مساعدات بعد الزلزال المدمر إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سوريا، تلتها قافلة أخرى صباح اليوم، فيما يبدي نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي استياء من عمليات توزيع المساعدات الإنسانية ووصول القليل فقط للفئات التي تحتاجها في المناطق المتضررة، رغم وصول كميات كبيرة من المساهمات من دول عربية وغربية عديدة. ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي المجاور أكثر من 4 ملايين شخص، جزء كبير منهم من النازحين، في الوقت الذي تتواصل فيه حتى الآن جهود الإنقاذ بحثاً عن ناجين يواجه عشرات الآلاف مصيرهم في العراء وسط ظروف الشتاء وأجواء البرد القارس، كما تتعالى أصوات الداعين لإيصال المساعدات لمستحقيها. مشاهدينا، لمعرفة آخر التطورات في الأوضاع في الشمال السوري وحصيلة الضحايا ينضم إلينا من هناك منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني. سيد منير أهلا وسهلا بك. في البداية لو تطلعنا في آخر الإحصائيات بخصوص أعداد الناجين ومن وفتهم المنية اليوم. في الحقيقة بعد 5 أيام من العمل المتواصل، نحن يكاد اليوم الخامس يشارف على الانتهاء، أصبحت الفرصة في الحصول أو سحب عالقين من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة أصبحت فرصة قليلة جدا، بل تكون نادرة حتى وليست فقط قليلة. وصل عدد الوفيات حتى تاريخ هذه اللحظة 2166 حالة وفاة في شمال غرب سوريا، ووصل عدد الإصابات لحد 2950 إصابة. حقيقة في 24 ساعة الماضية، وهي الأوقات التي باتت متأخرة على سحب العالقين من تحت الأنقاض، للأسف لم نرى أي خروج لعالقين تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، وهذا إذا دل على شيء يدل على أن من هم تحت الأنقاض يعني إذا حلفهم الحظ وهو قليل يكونون أحياء، وفي غالب الأحيان للأسف هم في عداد الضحايا وهم في عداد الموتى. الحقيقة عداد الضحايا يرتفع، لا زال العمل مستمر حتى هذه اللحظة في عدة مواقع للبحث عن عالقين، لا زال الأمل موجود مع أن هذا الأمل للأسف بات ضعيفا جدا. تأخر المساعدات في الوصول إلى شمال غرب سوريا يعني كانت هي أحد أسباب يعني زيادة عدد الوفيات ضمن هذه المناطق. أكثر من 400 مكان في نفس الوقت كان يحتاج إلى تدخل سريع من فرق الإنقاذ، وكان سيد هذا التدخل سيد منير يعني اسمح لي فقط، رأينا في الجانب التركي توفر معدات حديثة تسهل عملية الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض، ماذا عنكم بهذا الخصوص؟ للأسف لا يوجد في مناطق شمال غربي سوريا مثل هذه المعدات الحديثة. نحن نملك كفريق قوات بيضاء نملك يعني جزء من هذه المعدات، ولكن هي معدات يعني ليست متطورة إلى الحد الكافي، وليس هناك آليات كافية للتعامل مع مثل هكذا كارثة. في مثل هذه الكوارث يكون هناك تدخل دولي، يعني إذا تحدثنا عن تركيا أكثر من 65 دولة فتحت جسر جوي باتجاه المساعدات من مساعدين من منقذين من خبراء من آليات من معدات، مع أن الدولة التركية هي دولة قائمة بحد ذاتها وهي تملك من الإمكانات الكبيرة ما يكفي.
أنا لا أقول. طيب بحديثك سيد منير على المساعدات الإنسانية، اسمح لي فقط أسألك هنا تحديدا على المساعدات الإنسانية، هل ما وصل إلى حد الآن من هذه المساعدات كان مساهما في مساعدة المتضررين الذين باتوا الآن دون مأوى سكني في ظروف الطقس الصعبة هذه الأيام؟ في الحقيقة ما وصل هو جزء بسيط مما تحتاجه السكان في شمال غرب سوريا من المساعدات. نحن نتكلم عن أكثر من 418 بناء أصبح مدمر بالكامل، أكثر من 1300 بناء أصبح مدمر بشكل جزئي، آلاف الأبنية هي متصدعة ولا يمكن لسكانها العودة إليها من جديد. هؤلاء السكان الذين أعدادهم باتت كبيرة للغاية هم متواجدون في العراء، متواجدون في الحدائق، متواجدون تحت أشجار الزيتون، ونحن الآن نمر بفصل الشتاء ونعاني من درجات الحرارة المنخفضة، زاد معاناة الناس، زاد معاناتهم من تركهم لمنازلهم ودمار منازلهم، زادهم البرد معاناة أخرى في الجلوس تحت البرد وبدون أي مأوى. المساعدات التي دخلت هي صراحة حتى الآن غير كافية، وكنا ننادي أن تدخل مساعدات أبكر من ذلك حتى لا نزيد معاناة طيب الخارجين. هل حددتم شكل المساعدات المطلوبة والاحتياجات في قوائم بأرقام متوقعة نشدتم بها المنظمات الدولية أو حتى المحلية؟ في الحقيقة حددنا الطلب بدقة كبيرة، يعني حتى حددنا نوع الآلية، عندما كنا نريد أو نطالب بإرسال آليات حددنا ما هو نوع الآلية التي نحتاجها، ما هو نوع المعدات التقنية الحديثة التي نحن نحتاج أن تصل إلينا حتى نسحب العالقين وهو على قيد الحياة. لم ندخر أي جهد من هذه الناحية، ولكن تأخر وصول هذه المساعدات وهذه المعدات حالت دون إنقاذ عدد قد كان يمكن أن نسحبه وهو على قيد الحياة. الآن نحن للأسف ننتشل جثث فقط، يعني لا يوجد أحياء تحت هذه الأنقاض. نحن ناشدنا بداية 72 ساعة، هي 72 ساعة ذهبية في مثل هذه الكوارث، ونحن عندما أرسلنا هذا النداء أرسلنا نداء عاجلا لأن تكون هذه المساعدات موجودة في الساعات الأولى من حدوث هذه الكارثة، لأن الساعات الأولى هي ساعات مهمة، كنا نسمع الأصوات من تحت الأنقاض، كنا نستجيب لهذه الأصوات ونسحبها من تحت الأنقاض وهي على قيد الحياة. الآن للأسف لم نعد نسمع هذه الأصوات من تحت الأنقاض، إما تكون دخلت فيها مرحلة غيبوبة أو أنها تكون فارقت الحياة، وهذا بسبب عدم الاستطاعة إلى الوصول إلى كافة المناطق. صراحة يعني لا أعلم لماذا هذا التأخير، لا أعلم لماذا هذا يعني عدم المبالاة في هذه المنطقة. هذه المنطقة هي بالأساس منكوبة، كانت خارج سيطرة مناطق النظام، كان النظام يستهدفها بكافة أنواع الزخائر، لم تكن هناك بنية تحتية كاملة ومتكاملة في هذه المنطقة، لم تكن هناك منظومة صحية أصلا تستوعب العدد الموجود في هذه المنطقة، فما بالك عندما يكون هناك زلزال يضرب هذه المنطقة ويكون هناك الآلاف من الأشخاص هم من العالقين تحت هذه الأنقاض. فنحن طيب. نتحدث عن بنية لن تستطيع أن تتعامل مع مثلها. سيد منير كما تعلمون اليوم واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات فيما يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة 6 أشهر، هل ترى أن لهذا الاستثناء أو هذا القرار سيكون له أي فعالية إيجابية نحو المتضررين الآن؟ هلا في الحقيقة يعني أي مساعدات تصل إلى أي منطقة منكوبة حول العالم هي مساعدات مفيدة لهؤلاء المتضررين. هلا أن تصل المساعدات إلى نظام الأسد لإغاثة المنكوبين ضمن مناطق نظام الأسد هي جيدة، لأن هؤلاء فعلا هم منكوبون ويحتاجون إلى هذه المساعدة، ولكن أن تصل مساعدات إلى مناطق خارج سيطرة النظام عبر نظام الأسد هذا الشيء الذي لا يوجد هناك ثقة كاملة بأن هذا النظام سيوصل هذه المساعدات إلى هذه المناطق. هناك معابر مفتوحة، معبر باب الهوى، المعبر الذي تم إقراره في الأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا هو مفتوح وهو جاهز لاستقبال هذه المساعدات، وهو معبر آمن يوصل هذه المساعدات إلى المحتاجين في شمال غرب سوريا. القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار يعني يحاكي الإنسانية من أجل إيصال المساعدات إلى من هو محتاج في كافة المناطق، وإن كانت هي مناطق أصلا هي يعني يطالها مثل هذا القرار. أنا لا أعرف لماذا لم تسرع المساعدات لتدخل من معبر هو مقر أصلا في الأمم المتحدة
عددهم مفتوح ومشرعا ابوابه منذ يعني اكثر من 3 ايام ينتظر دخول مساعدات، ولن تصل الا مساعدات خفيفه، لا يعني لا تغني الاشخاص الموجودين. هناك من يقول ماذا لو اسرعت واشنطن بهذا القرار سيد منير؟ هلا عندما يكون هناك سرعه واستعجال في هذا القرار يكون هناك وصول الى هذه المساعدات للمتضررين في مناطق نظام الاسد، هذه العقوبات هي على منظومه الاسد، على نظام الاسد، على اركان هذا النظام، وهذه نزع هذه العقوبات ستؤدي الى وصول هذه المساعدات الى تلك المناطق، نحن نامل ان تصل الى صاحبيها، نامل ان تصل الى المستفيدين، الى المتضررين الذين هم يحتاجون ان الى هذه المساعدات بشتى الوسائل، نأمل أن تصل إليهم. الاستعجال بإيصال المساعدات للمتضررين من هذا الزلزال هو واجب وهو حق لهؤلاء المتضررين، وهو واجب على كل من هو قادر أن يوصل هذه المساعدات إليهم. طيب سيد منير، بالتأكيد دعواتنا لكم بالتوفيق، ونسأل الله أن يعينكم على ما أصابكم، وشكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وعلى هذا الوقت الذي استقطعته من وقت حضرتك المهم والحساس هذه اللحظات. سيد منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشرت قناة تي آر تي التركية صباح اليوم لحظات إخراج حالات كتب لها الخلاص بعد 100 ساعة من وقوع الزلزال. أما في الداخل الليبي مشاهدينا، تحرك جديد للنواب لرفع العتب وإثبات الحضور كما وصفه متابعون، أو حتى استراتيجية الهروب إلى الأمام. إقرار التعديل الدستوري 13 عقب تعثر المفاوضات بينه وبين الأعلى للدولة بشأن التوافق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بإجماع أغلبية النواب الحاضرين في جلسة الثلاثاء، أقروا تعديل الإعلان الدستوري الذي يعد دستورا مؤقتا للبلاد بعد عام 2011 وسط ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة. التعديل 13 يتعلق بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها، وأيضا تحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء، وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة الذي يتكون من 900 عضو. وستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، ويضم 200 عضو ينتخبون حسب الكثافة السكانية. غير أن التعديل تغاضى عن تحديد شروط الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة خلال مفاوضاتهما. كانت شروط الترشح إحدى أسباب تعثر الموعد الانتخاب السابق نهاية عام 2021، وأبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة بدلا من الفصل فيها. غرق النص في تحديد صلاحيات رئيس الدولة، منها عدم امتلاك حق حل مجلسي النواب والشيوخ إلا بعد إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا، إلى جانب تفاصيل أخرى. أولويات تداخلت عند البرلمان بين الحسم في قانون انتخاب الرئيس والتطرق إلى تفاصيل القوانين المتفق عليها أساسا، تساؤل طرحه الغالبية ممن علقوا على الموضوع.
للحديث والنقاش حول هذا الموضوع مشاهدينا، اسمحوا لي أن أرحب بالسيد عصام الزبير المحلل السياسي. سيد عصام، أهلا وسهلا بك اليوم في الحصاد. بداية، ما هو تفسيرك لخطوة البرلمان وسط هذه الاتهامات المباشرة له ولمجلس الدولة بالابتعاد عن جوهر المشكلة الحقيقي في كل محاولة منهم للحل؟ اولا الحقيقه فيك واحيي المشاهدين وكل العاملين بهذه القناه، واقول لك الحقيقه الناس الان في ليبيا يبحثون عن الذهاب الى الانتخابات، لكننا بدانا نبحث عن شيء، نرى شيء جديد، هو البحث عن تواجد واطاله امد الازمه ببقاء المجلس الاعلى للدوله وبقاء مجلس النواب، والدفع بانتاج نتاج بعد هذا الاعلان الدستوري، بدفع بنتاج بحكومه جديده الذي لوح فيها اغلب النواب، وهذه الحكومه ستعطي وقتا، وعندما تعطي وقتا بعد ذلك قد يكون النواب سيتحدثون ان البلاد في ازمه وان الوضع لا يستهان الان للذهاب الى الانتخابات، وقد يذهب بنا الى امور اخرى، نبقى بعد ذلك ممكن قد يرى تبقى الانتخابات حلم وليس واقع. نعم. السيد عصام، هل يمكن أن نعتبر اليوم إدراج التئام البرلمان وإقراره لهذا التعديل غير المفصلي هو جهد منا للدفع بالأعلى للدولة اللي هو من طرفه متشبت بوجهة نظره بخصوص البنود الجدلية؟ هو حتى خلينا نكون واقعيين، الكل متشبت برأي. المجلس الأعلى للدولة متشبت بنقطتين، ومجلس النواب متشبث بعدم وجود النقطتين، اذا هناك تشبث بالراي ولا يمكن الوصول الى حل لهذه النقطتين، ولذلك اعتقد ان الدفع بهذه الامور هو زياده بقايم وزياده امد الازمه حقيقه، هذا واضح جدا، لان هؤلاء لا يريدون حقيقه للشعب الليبي ان يغيبوا عنه في المشهد السياسي، يريدون تواجدهم. ونحن راينا البعض من يعيس منهم يقفز الى السفرات ويقفز الى المناصب الوزاريه، يعني هؤلاء حقيقه يتكلمون عن الحكم الشمولي والحكم الفردي، واذا بنا نراهم اكثر تفردا واكثر تمسكا بالكرسي. طيب، بحديثك عن المناورات السياسيه، لا تعتقد ان هذه المره هذه الخطوه عندما جاءت بعد الضغوط الدوليه خاصه بعد الزيارات الامريكيه المكثفه الفتره الفائته؟ أنا أعتقد أن هؤلاء يحاولون أن يموهون للعالم وللمجتمع الدولي بأنهم يبحثون عن حل، ولكن واضح الأمر أنهم لا يبحثون عن حل، الذي يبحث عن حل يقفز إلى القاعدة الدستورية للانتخابات وليس يذهب إلى نقاط أخرى أو جوانب أخرى مثل المناصب السيادية وإلى غير ذلك، هؤلاء لا يبحثون عن الذهاب إلى الانتخابات، لذلك يضعون الامور التي يعلمون انها ستعرقل انشاء هذه القاعده الدستوريه، حتى التعديل الدستوري اذا سلمنا به فان مجلس الاعلى للدوله لم يكن متواجد فيه، ونحن نعلم انه لابد ان يكون هناك توافق بين المجلس الاعلى للدوله ومجلس النواب، وهم يفعلون ذلك من اجل الخروج على الاتفاق السياسي ومن اجل الذهاب بنا الى مناكفات قضائية أو مناكفات تشريعية والذهاب إلى أمور يعني غير متوافقة. طيب، دعنا نفترض سيد عصام، دعنا نفترض، دعنا نتحدث من الجهة المقابلة لما أنت تتحدث به، إن تحققت هذا الاتفاقيات بين اللجنة المشكلة من المجلسين، ما هي الضمانات المطلوبة هذه المرة لوضع آلية جادة لتنفيذ هذا الاتفاق والالتزام به وتكون مرضية لكافة الأطراف؟ هو في ليبيا في ضمانات، هذه الحقيقة يجب أن نقف عليها، الاتفاق السياسي لم يكن لديه ضمانات، الاتفاق الذي عقد في تونس لم يكن فيه ضمانات، الصخيرات هي نفسها لم فيها ضمانات، وقف اطلاق النار الى الان لا فيش ضمانات، ممكن قد يكون الدفع الضغط الدولي هو الذي يضمن ذلك، يعني لا يوجد ضمانات حقيقة، حتى العقوبات هي عقوبات هامشية وليست ذات جدوى، ولذلك نقول الضمان هو أن الشعب الليبي وقع في هذا السجن وخلاص، هذا الضامن الوحيد اللي موجود هم، وأنهم يلعبون كما يريدون، الضمان الموجود في بقائهم على السلطة دون تزحزحهم، بالرغم أن مجلس النواب كان باقي لمدة سنة لكي يذهب بنا الانتخابات، والمجلس الاعلى يتطفل على وجوده بوجود المجلس النواب، وهذا ما رأينا المجلس الرئاسي الذي وجد هو موجود بوجود
الحكومة لأنه اختير معها ككتلة واحدة، ولذلك لا يوجد ضمانات، الضمان الوحيد هو بقائهم وابتلاء الشعب الليبي بهم. هذا الضامن اللي موجود. المجتمع الدولي إحاطات، بيانات، كلام، مبروتين، ولكن لا وجود لأي شيء في ضامن حتى. طيب سيد عصام، أنت تستبعد كثيرا فرصة أن يكون أي لقاء أو أي حل هذه الفترة من الأطراف الليبية، إذا ما الحل في ليبيا وماذا تتوقع؟ هو الأطراف الليبية ليست موجودة بصورة كبيرة لكي تصنع حل. الأطراف الليبية ما زالت تجلس لتستمع إلى الخارج كي يأتيها الحل من الخارج وكي يدفع لها بأجندات. يوم أتى رئيس المخابرات الأمريكية، عندما أتى البعض بدأ يقول التعامل معه خيانة، وإذا به يجد حتى طرفه الذي يؤيده يعني يتعامل معه، صمت وسكت. وإذا بنا بعد ذلك عندما نرى باتيلي يتحرك يمينا أو يسارا يقول هذا مع ذاك أو طبعا الطرف الثاني، أي أن ليس بحث. إحنا أصبحنا في ليبيا ككرة القدم فريقان يتصاعدان على صدارة الدوري، هذا الذي يراه البعض، لكن لا وجود. ومن الحكم؟ ولا الحكم ليس موجود، لأن لو كان في حكم لكانت في قوة فعلية موجودة تزيح تدفع إلى القانون وتدفع إلى تحقيق الشرعية التشريع الحقيقي الذي لدى الشعب. لماذا تغيير؟ لما نرجع الآن إلى الإعلان الدستوري نجد اللجنة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أفرادها يتحدثون بأن بعض النقاط هي سرقت من الدستور، ويقولون لماذا لم يدفع بالدستور بينما تسرق نقاط منه. وهذا الأمر غريب جدا، يعني عندما يصادر مجلس النواب دستور الشعب ويقول بأن هذا الدستور يعني فيه انحياز في شيء، لأن الدستور كان حقيقيا يتكلم مثل الدساتير الأخرى بأن لا وجود لجنسية أخرى موجودة إلا خاصة في الرئيس، لأن جنسية الدولة، وإذا به يفرض عليك جنسية ازدواج الجنسية ويفرض عليك حتى العسكرية، ولذلك مصادرة لشيء وفعل شيء معاكس له يعني بغرابة. هذا مجلس النواب أنا أستغرب في ذلك، الذي يصادر الأشياء يفترض بها أن يضع حلول واقعية ولا ينحاز، وأستغرب في ذلك. أنا ما زلت حتى أستغرب في بعض المحللين وبعض السياسيين الذين يدفعون بهذا الاتجاه. أنت أقرأ دساتير العالم وشوف كان قد فيها ازدواج في الجنسية، فلنبدأ من قدم في ذلك الدستور، ولو وجدت أن الدولة المدنية يحكمها عسكر فلذلك نحن نبسط لها. ولماذا قامت ثورة 17 فبراير؟ ولماذا سميت الدولة المدنية؟ ولماذا يعني وجدت معسكرات لصناعة القرار العسكري لدى العسكريين؟ ولماذا وجدت وزارة الدفاع ليس للحكم؟ هذا انقلاب عسكري ودكتاتورية وفاشية. ولذلك نقولها بصراحة، عندما تقلد أي شخص نحن نتكلم عن الأجندات، وإذا بينا نضع مزدوجية جنسية في هذا الوضع. أنا بعضهم لا أقول إن كلهم يعني، ولا أتحدث بهذا الوضع، لأن بعضهم شرفاء وبعضهم حقيقيين وطنيين، وقد يكون وطني أكثر منا، تحملوا وعانوا. يطول الحديث سيد عصام، يطول الحديث. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، المحلل السياسي عصام الزبير. وكعادتها أصدرت جريدة الوسط لهذا الأسبوع ورصدت تطورات المشهد في ليبيا بمختلف جوانبه، وتابعت لوعة الأتراك والسوريين وسط حطام الزلزال، ونقلت شهادات حية عن بعض الناجين. إليكم التفاصيل. في عددها 377 لهذا الأسبوع، سلطت صحيفة الوسط الضوء على مجلس النواب ومناورته بالتعديل الدستوري 13 الذي لم يتضمن شروط الترشح للرئاسة، فيما أطلق مدونون وكتاب ومثقفون هاشتاغ سامحينا يا سوريا، وذلك تضامنا مع محنة الشعب السوري خلال اليوم الأول من كارثة الزلزال. كما تتابعون أسبوع مهم في مستقبل ليبيا وإقرار تعديلات نظام الحكم وارتياح أمريكي لنتائج الاجتماع العسكري، تقارب بشغة مع حفتر هل يعقد خارطة التحالفات السياسية، وتقرؤون أيضا في ركن محليات على مسؤولية السايح ليبيا خالية من الإيبولا النزفية، وهل حسمت معركة المناصب السيادية بين الأعلى والنواب، وديوان المحاسبة يطالب شركة الكهرباء باستكمال محطات التوليد، وتفاصيل أكبر ضبطيات المخدرات في تاريخ الجمارك. ثم ننتقل بكم مشاهدين إلى أخبارنا العربية والدولية ومآس سورية وتركية وسط حطام الزلزال، كأنها نهاية
نهاية العالم، حيث ترصد لكم صحيفة الوسط شهادات الناجين من الموت تحكي فصولا من الفاجعة. نعم، ورغم فظاعة المشهد، فقد خطفت الطفلة السورية رغد إسماعيل اهتمام العالم بعد أن خرجت إلى بر الأمان من بين أنقاض منزلها. وماذا عن أزمة اليمن ومحطة الوساطة من مسقط إلى الرياض؟ وهل سمعتم يوما عن أسير فلسطيني مطلوبا ميتا وليس حيا؟ تتابعون التفاصيل في الصفحة السابعة. وفي عالم الأرقام والاقتصاد، 73.5% تراجعا في قيمة الدينار أمام الدولار منذ العام 2013، والنقص الغازي يعطل ماكينات الحديد والصلب. كما يأخذنا الكاتب عمر الكدي في رحلة تاريخية من سنوس الكبير إلى معمر القدافي، وأحمد الفتوري في قراءة في الغرفة 211 ليبيا. ومن ركن رأي إلى أحباء الثقافة حيث تجدون بسبحة، أستمد ثقافتي من المنبع ولا أخذ من الجداول الصغيرة. وجمعة بوكليب يستعين بيد التاريخ ليمنح المقال حياة أخرى. ونختم كالعادة مع ملاعب الوسط، حيث الأخضر يتأهب لضربة بداية مجموعات الكونفدرالية أمام مارومو الجنوب الأفريقي في ثالث مغامرة قارية. وبنين يستقبل التحدي وشباب الجبل، والخمس يلتقي السوحلي. متابعة شيقة للجميع. وفي الختام مشاهدينا، زوروا موقعنا الوسط.ly وكذلك صفحتنا على الفيسبوك بوابة الوسط. إلى اللقاء.